سي العنصر، بغينا نعرفوا كيفاش تعيش هاد الحجر هنا في البيت، وكيف تنظم العيش العائلي في هاد الفترة هادي. أولا وقبل كل شيء نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هاد الوباء بصورة. طبيعة الحال تغيرت الطرق ديال العمل، بحيث أن جل الوقت يعني تنقضيه في المنزل، إلا أنه الحمد لله هناك يعني اليوم الوسائل التواصل متاحة اللي كتجعل أن واحد العدد ديال الأمور، لا داخل الحزب لا داخل الجمعية ديال الجهات أو هما اللي هنا في الرباط، يعني تنقضيوها بالهاتف. وبعض الأحيان يعني اللي كتحتاج الضرورة لتوقيعات أو كذا، يا إما أنا كنتقل العمل، يا إما المصالح تجيب الكورية ديالها. بالطبع تقول شيء بأن الوقت كله تنقضيه في هذا العمل. هناك واحد طرف ديال الوقت اللي مفروض أن تبقى في الدار، والحمد لله كاين انشغالات، لأن واحد العدد ديال كنكتشفوا واحد العدد ديال الأشياء اللي ما كانش من الممكن أننا نقوم بها في الماضي، نظرا للاشتغالات، نظرا للمسافة ديال الطريق، ولينا تنهتموا بها الآن. مثلا بعض الكتب، مثلا التوضيب ديال المكتب إلى غير ذلك. ولكن يمكن لي نقول لك بأن يعني غنكون كاذب إلا قلت لك بأن العمل لا في الإدارة ولا في الحزب غادي 100% كما كان. لا، هناك نقص، ونقص كبير، لأن هناك واحد العدد ديال الأمور اللي تأجلت، إما اجتماعات، إما مواعيد مع أجانب، إما أمور اللي كتهم يعني التنقل ديال الناس أو الاجتماع ديال الناس. ولكن يعني السير العادي المعتاد في المستوى الأدنى يعني سير بطريقة عادية. قبل ما نطلب منك السيد عنصر على باش تعطينا الرأي ديالك حول هاد الحجر، بغينا نعرفوا مثلا واش الأغلبية تتعمل هي أديستانس، أي الأحزاب التي تكون الحكومة، وآخر لقاء كان عندك مع السي العثماني. بالفعل الاتصالات أو العمل ديال الأغلبية نفس يعني الطريقة، لأن تهوى يعني هناك نقص كبير، هناك ليس هناك اجتماعات، ولكن هناك اتصالات مستمرة بين الأحزاب. يمكن لي نقول أن هذه الفترة هذه أمحات ذاك الفاصل ما بين أغلبية ومعارضة، كاين اتصالات فعلا اللي كلها منصبة الإجراءات اللي ممكن يعني الأحزاب السياسية تحاول تواجه بها هاد الآفات. ولهذا فعلا هناك تواصل بالتليفون، ولكن يمكن لي نقول لك بأن ليس لا اجتماع أغلبية ولا معارضة، يعني تواصل مستمر مع جميع الأحزاب. النداء ديالكم سي العنصر اليوم، التجارب كلها ما نراه عبر العالم وما نلاحظه في بلادنا تيوري بأن المواجهة الأساسية والطريقة الأساسية ديال المواجهة هو الحجر الصحي. لا بد أن المغاربة يبقوا في بيوتهم. صحيح أنه من الصعب، لأن ماشي من السهل أن الإنسان يغير العوائد ديالو كلها في ظرف وجيز، ولكن هذه هي الوقاية الحقيقية، وهذه هي الوقاية ديال الإنسان، ديال عائلته، وديال حتى المحيط ديالو. ولهذا النصيحة وهي أن نمتثلوا الإجراءات اللي تتحددها السلطات الصحية، لأن فعلا ما تيخلقوها شيء من العبات. كاين يعني العدد ديال الأجهزة العلمية المختصة. واليوم الحمد لله المغاربة بدأوا يمتثلوا بكثرة. هناك بعض يعني الناس اللي ربما ما تفهموا شيء في البداية، ولكن الآن رجعوا للطريق.
هذاك تيحط كذلك على المواطن واحد المسؤولية تجاه هادوك اللي كيتحملوا المشاق، أي رجال الأمن، رجال الصحة، كل يعني من يساهم في حماية المواطن، ماشي يعني بالفرحة أنه تيبغي يلزم على المواطن أنه يطبق هذه الإجراءات، ولكن لأن حماية كذلك للمواطن وللبلاد. فشكرا لهم.